السلام عليكم. قديما وليس قديما جدا كان اللاجئ الفلسطيني في العراق صنوى المواطن العراقي، يتمتع بكافة الامتيازات، فلا يشعر الفلسطينيون بفرق أو فروق بينهم وبين أصحاب البلاد، إلى أن قررت الحكومة العراقية سحب كافة الامتيازات من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفا صعبة للغاية، حيث بدأت تعاملهم معاملة الأغراب. هذا ما نقلته صحيفة العربي الجديد عن مصادر حكومية عراقية، أن عددا من الدوائر والمؤسسات العراقية من أبرزها دائرة التقاعد العامة ووزارة التجارة قد اتخذت إجراءات جديدة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العراق، اعتبرت خطيرة وغير إنسانية وتتنافى مع شعارات وتصريحات القادة الجدد للبلاد حيال القضية الفلسطينية. يأتي ذلك بعد نحو عام فقط من إقرار البرلمان العراقي نهاية عام 2017 القانون رقم 76 الذي ألغى القانون رقم 202، حيث نظم الأخير وضع الفلسطينيين في العراق، إذ كان ينص على أن الفلسطيني يتساوى مع العراقي في كل شيء إلى حين تحرير كامل التراب الفلسطيني وعودته إلى وطنه فلسطين، مستثنيا من ذلك حصوله على الجنسية أو تأديته خدمة العالم العسكرية. وهكذا جاء القانون الجديد ليحرم المواطنين الفلسطينيين في العراق من كل الامتيازات الممنوحة لهم سابقا. في هذه الحلقة سنناقش هذا الموضوع بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة من فلسطين، وعودة للموضوع الذي تحدثنا عنه في المقدمة حول اللاجئين الفلسطينيين في العراق والمستقبل الذي تكتنفه المأساة والتحديات مع الأسف بعد هذه القرارات الجديدة. من بين الإجراءات الجديدة أيضا حجب البطاقة العائلية الشهرية عن الفلسطينيين والتي تمثل عصب معيشة العائلة في العراق، وكذلك منع الحقوق التقاعدية للفلسطيني المتوفى وحرمان ورثته من امتيازاته، فضلا عن قرارات أخرى تتعلق بالطلبة والتنافس على الوظائف والخدمات وإعادة فرص بل فرض رسوم الصحة والتعليم والخدمات المختلفة على الفلسطينيين بعدما كانوا معفيين منها.
فضلا عن حرمانهم من التقدم بطلبات الحصول على سكن ضمن المشاريع الحكومية، وحرمانهم من القانون 21 الخاص بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية التي ارتكبتها القوات الأمريكية خلال اجتياحها واحتلالها للعراق أو القوات العراقية، وهو ما يعني ضياع حقوق آلاف الفلسطينيين في العراق. من جهتها نفت الحكومة العراقية في حينه سلب الفلسطينيين حقوقهم، إذ أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بيانا في 24 من ديسمبر عام 2017 قالت فيه: قانون إقامة الأجانب الذي صوت عليه البرلمان رقم 76 لسنة 2017 جاء لينظم إقامة الأجانب ولم يتطرق إلى وضع الفلسطينيين من قريب أو بعيد. لكن رئيس البرلمان آنذاك سليم الجبوري خرج ببيان بعد أيام وعد فيه بتشريع قانون جديد وخاص للفلسطينيين بدلا من السابق رقم 202 الملغى، وهو ما عد تأكيدا على سحب كل الامتيازات من الفلسطينيين في العراق. في حلقة هذا الأسبوع نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ محمد مشينش المتخصص بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق وبقية ضيوفنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد معنا في هذه الحلقة. اسمح لنا أن نشاهد سويا هذا التقرير ثم نعود للنقاش. ظل القانون 202 يمثل حالة الأخوة الحقة بين الشعب العراقي واللاجئين الفلسطينيين في العراق، حيث منحهم القانون ما يجعلهم بدرجة المواطن العراقي بما له من حقوق وامتيازات يتمتع بها اللاجئ الفلسطيني بين مجانية التعليم والتأمين وبطاقات التموين والعلاج وحقوق أخرى. في ديسمبر 2017 صدر قرار رقم 76 الذي أقره البرلمان العراقي، وهذا فيه إلغاء لقرار سابق برقم 202 عملت به الحكومة العراقية على مدار عقود منذ بداية الستينيات، يقضي بمساواة الفلسطيني بالعراقي في كل الامتيازات المدنية، يعني في التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية وخلاف ذلك. لكن وبعد قانون 76 لعام 2017 تحول ما سبق إلى سراب بعد أن سحبت الحكومة العراقية كافة الامتيازات التي حظي بها اللاجئون الفلسطينيون على مدار عقود طويلة في العراق الشقيق. من المؤسف أن يتم سحب امتيازات وهي لا أعتقد امتيازات ذات أهمية، هي في الغالب تضييق على المعيشة وعلى الوجود الفلسطيني في العراق، لذلك نأمل أن يتم رفع هذه القيود التي تفرض على الفلسطينيين وهم أو ما تبقى من اللاجئين الفلسطينيين في العراق. وعلى الرغم من محاولات الحكومة العراقية نفي الوضع المرير الذي يحياه اللاجئ الفلسطيني في محافظات العراق، إلا أن الواقع أبلغ من أن ينفى، فحالة الشقاء والبؤس والحرمان التي يعيشها الكبار والصغار من اللاجئين تتحدث وحدها عن ذاتها، وخاصة بعد أن قررت الحكومة العراقية بعض الإجراءات الجديدة والتي من بينها حجب البطاقة الغذائية الشهرية عن الفلسطينيين والتي تمثل عصب معيشة العائلة في العراق، وكذلك منع الحقوق التقاعدية للفلسطيني المتقاعد، فضلا عن قرارات أخرى تتعلق بالطلبة الفلسطينيين. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، وأهلا بضيفي في الأستوديو الأستاذ محمد مشينش المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد معنا في هذه الحلقة. لابد في البداية أن نتعرف أكثر على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين قبل صدور هذا القرار، وأنتم من الذين عشتم سنوات طويلة في العراق وعملتم عن كثب في ملف اللاجئين وتعرفتم على أوضاعهم وأحوالهم، تجمعاتهم وأعدادهم كم كانت، وبالتالي الخدمات التي كانت تقدم لهم والامتيازات وما إلى ذلك. هل من إطلالة سريعة على هذا التاريخ وتوطئة لهذا الموضوع قبل أن ندخل في التفاصيل الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا أشكر لكم الاهتمام بهذه القضية الحساسة والإنسانية حقيقة، والتي أغفل عنها الكثيرون في هذا الزمن الصعب. بداية يجب أن نعرف أن اللاجئين الفلسطينيين قدموا إلى العراق في عام 1948، معظمهم من قرى قضاء حيفا. جاء العدد حوالي كان 5000 فلسطيني في ذلك الوقت، بقوا في العراق وعاشوا بشكل طبيعي مع أخوانهم العراقيين
عاشوا آلامهم أفراحهم، عاشوا معهم الحلوة والمرة مثل ما يقال، ودخلوا معهم في بعض الحروب وعاشوا معهم الأيام الجميلة، وصدرت بحقهم قوانين كثيرة ومتعددة صاغت حياتهم في العراق، وصولا إلى عام 2001 صدور قرار 202 الذي أعطى حالة استقرار طبيعية للاجئين للفلسطينيين في العراق، وهي نص القرار كان أن الفلسطيني في العراق يعامل معاملة العراقي بدون حقوق المواطنة وهي الجنسية وحق الانتخاب وخدمة العمل. هذا في عام 2001 وهو القرار 202 الشهير. نعم. العدد الذي وصل له الفلسطينيين، أكثر عدد وصل له الفلسطينيين في العراق كان 35,000 نسمة. كان لهم حق التعليم في العراق، مجانية التعليم، وكان لهم حق الطبابة أيضا مجاني مثلهم مثل العراقي، ولهم أيضا الحصة التموينية الشهرية التي كانت تمثل عصب الحياة بالنسبة لمن يعيش في العراق. هذا كان الأمر والتوظيف طبيعي، والتوظيف أيضا كان لهم حق في ذلك، والتعليم المجاني، تعليم مجاني ذكرت لك ذلك، وكان لهم حق أن يعني يتقدم للوظيفة. وعندنا إلى الآن موظفين حكوميين، هؤلاء خدموا البلد خدمة كبيرة في العراق، طوال عمرهم هم في العراق موجودين. مهم أن نعرف أن كل الفلسطينيين الموجودين في العراق الآن يعني لا أجزم أن 100% هم من مواليد العراق. يعني لا يوجد أحد من الآن من الذين جاءوا من فلسطين عام 1980 إما توفاه الله أو أنه قد خرج من العراق. معظم الموجودين هم من الذين ولدوا في العراق، وهؤلاء يعرفون العراق، أجزم أنهم يعرفون العراق أكثر ممن جاءوا على ظهر الدبابات الأمريكية. يعرفون العراق وأهل العراق وعشائر العراق وتفاصيل العراق وتربطهم علاقة مع العراقيين أكثر من الذين جاءوا على ظهر الدبابات في عام 2003. نعم. هذا مهم، ومهم أن نعرف أن وضعهم القانوني كان في البلاد، كانت هناك قوانين، طبعا قوانين عديدة صدرت بحق الفلسطينيين، ولكن هناك حالة تصيغ وجودهم القانوني في العراق، وهي أنهم موجودين في العراق بإقامة دائمة لحين عودتهم إلى أرضهم ووطنهم فلسطين. وبالتالي كانت هناك قرارات من الجامعة العربية تصدر كانت تطبق في العراق، مثل إصدار وثيقة السفر العراقية، هذه كانت يعني موجودة، ولا يحتاج أن يجدد إقامته سنويا أو أن يراجع دائرة ليثبت أنه مقيم في العراق، أو أن الذي حصل بعد الاحتلال وأنا سأتي لذكره. نعم. كيف تم إعادة قوننة أوضاع الفلسطيني في العراق بطريقة مشوهة. أما وضعهم القانوني قبل ذلك فكانت بشكل واضح القوانين التي تصيغ حياتهم، وخصوصا في المراحل الأخيرة. أما طبعا عندما جاء الاحتلال تغير الوضع، سنأتي إلى هذا، تغير، ولكن قبل ذلك كان هذا كان الواقع مختلف الموجود. كان هناك حالة استقرار، طبعا الكل يعرف كان العراق دولة قوية ودولة تحترم القانون وفيها قانون، وبالتالي كان الفلسطيني يعيش في ظل دولة قانون بشكل طبيعي مثله مثل أخوه العراق. أشكرك أستاذ محمد على هذه التوطئة، واسمح لي أن أرحب بضيفي اللاجئ الفلسطيني من بغداد الأستاذ أبو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك معنا. يعني إذا أردنا أن نأخذ صورتين من زمنين مختلفين، ما قبل صدور القرار الجديد والإجراءات الجديدة الخاصة باللاجئين وما بعد ذلك، كيف تصف لنا المشهد الآن بين هاتين الصورتين، وما أهم الفروق بينهما؟ تحية طيبة لك أستاذ يونس ولضيفك الكريم أستاذ محمد ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. بحب أبدأ من حيث انتهى الأستاذ محمد. فنحن في العراق الحمد لله تفاهرنا مع أشقائنا وإخواننا العراقيين، شاركناهم أفراحهم وشاركناهم أحزانهم، شاركناهم حصارهم وحروبهم، وقدمنا الشهداء دفاعنا عن هذا البلد. أما بالنسبة للقرار 202، أهمية قرار 202 أستاذ العزيز إنه جاء في وقت كان يحتاج فيه اللاجئ الفلسطيني بعد عدة قرارات صدرت بال 1994، وذكر به هو قرار 23 والذي يقر أنه لا يحق للاجئ الفلسطيني التملك، لا عقار ولا استثمار ولا شركات خاصة. ومن ثم صدر قرار
96 اللي هو صادر ديوان الرئاسة، أيضا منع التعامل مع السلطة ومع منظمة التحرير، وفي 97 قرار 33 ينص على معاقبة كل من يخالف أحكام القرار 23 الذي هو ينص على أن لا يحق للاجئ الفلسطيني التملك عقار أو استثمار أو حتى شراء خط الهاتف حتى 2001. فكان القرار 202 له أهمية لأنه يعتبر نقلة نوعية للاجئ الفلسطيني، ووضع قانون نص صريح يعامل اللاجئ الفلسطيني معاملة العراقي. فكانت نقلة أنه اللاجئ الفلسطيني يعامل معاملة العراقي ويحصل على امتيازات في التعليم والصحة وحق التملك. فلحد قرار 76 اللي ألغى ال 202 فأصبح اللاجئ الفلسطيني في حيرة من أمره. يعني نحن الآن في بغداد حقيقة نتعامل مع دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية على اجتهاد الموظفين والمدراء. نعم. لا يوجد نص صريح. خلافا على التصريحات والبيانات اللي صدرت من الحكومة العراقية. الأمانة العامة ومجلس الوزراء أكدوا في بياناتهم أنه لا يوجد أي خلاف للاجئ الفلسطيني وأنه حقه مصان ومحترم وأن هذه إشاعات. ولكن بعد فترة قصيرة خرج علينا بيان لرئيس مجلس البرلمان العراقي سليم الجبوري أكد أنه لا يوجد قرار صريح وواضح ينص على حق اللاجئ الفلسطيني. فنحن الآن قطعت حجمة عنا البطاقة التموينية، وذلك بتصرف مديرة عامة في التجارة وليس قانون، حيث لما راجعت الموظفة المديرة الوزير وأبلغها الوزير أنه لا يوجد هنا قرار أو قانون يحجب عن اللاجئ الفلسطيني، فتزمتت وبقت مصرة على وضعها لأنه لا يوجد قانون صريح. استنادا عليه أقرت هذه المديرة العامة وزارة التجارة حجب البطاقة التموينية، وهكذا مع التقاعد، قطع التقاعد عن عائلة الموظف المتوفى هو صادر عن مدير. إذن هي اجتهادات من مدراء وموظفين، وذلك وربما يعني أستاذ أبو عمر، يعني دعني أسألك عن تأثير ذلك على حياة اللاجئين في السؤال القادم، لكن ربما هذا التعويم للقضية متعمد في الحقيقة من أجل يعني إفقادها معناها وبعدها السياسي وبعدها الإنساني في الحقيقة، والذي يبدو واضحا أن هناك تجاوز للبعد الإنساني والسياسي مع قيمة ما يحتفظ به اللاجئون من قيمة معنوية يعني يصرون من خلالها على العودة إلى بلادهم، ووجودهم مؤقت، يعني حرروا فلسطين وسنعود إليها سويا. سأعود لك مرة أخرى أستاذ أبو عمر، يعني إحنا قبل ما ننتقل لهذه النقاط التفصيلية أود أن نستكمل عن أوضاع اللاجئين ما بعد الاحتلال مباشرة، وما بعد ذلك ما تلاها من خلينا نقول حرب، يعني حروب طائفية أو معارك طائفية داخلية داخل العراق. في عام 2003 كان هناك أول تقرير يصدر من منظمة حقوقية، كان منظمة الحقوق العربية، صدر تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وهو أول تقرير كان، وأشار بشكل واضح إلى حالة البؤس والظلم التي تتعرض لها هذه الفئة. طبعا مباشرة جاءت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR ودخلت إلى العراق وبدأت مشروعها مع الفلسطينيين في العراق، باعتبار أنهم لم يكونوا مسجلين ضمن سجلات الأونروا، وبالتالي أي فلسطيني لاجئ غير مسجل ضمن سجلات الأونروا تستطيع أن تتولى أمره وأن تشرف عليه UNHCR اللي هي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. فورا بدأت دخلت عليهم وأقامت إحصاء لهم، وكان عددهم في 2003 يعني قلنا 35,000 قبل الاحتلال، كان عددهم 23,000 نسمة فقط. هذا العدد فورا بعد أشهر من الاحتلال، الناس خرجت وبعد الاحتلال وحالة الاستهداف، مباشرة كان هناك استهداف للاجئين الفلسطينيين، وأنشئ مخيم العودة
في حديقة نادي حيفا في منطقة البلديات، وكان فيه 450 عائلة فلسطينية ممن تم تهجيره من بيته. هذه أول مراحل الاستهداف الفلسطيني، ومباشرة كان هناك عمليات اغتيال وعمليات استهداف ممنهجة تجاه الفلسطينيين، وواضح أن هناك كان مشروع لأجل إخراج الفلسطينيين من العراق، وهذا الأمر بات بشكل صارخ، وخصوصا في عام 2005 عندما داهمت قوات هائلة من هذا من قوات الأمن العراقية وتلاها مباشرة واعتقال عدد من الفلسطينيين وإظهارهم على شاشات قناة العراقية الفضائية العراقية باعتبار أنهم مجرمين وأنهم قاموا بعملية تفجير وقتل عراقيين وإلى آخره، ومباشرة بعد ذلك هذا المسلسل فورا بدأ الاستهداف تجاه الفلسطينيين، هؤلاء ناكري الجميل وإلى آخره، يقتلوننا يعذبوننا يعيشون بيننا ويقتلون، طبعا كله كذب. وأن هذه القضية التي تم إخراج الناس فيها أقرت المحكمة فيها، لأن هناك كان منظمات دولية تدخلت في الأمر، أقرت المحكمة أنه لا يوجد قضية وأن كل من ظهر على شاشة التلفاز في ذلك الوقت هو بريء. نعم. حالهم حال كثير من الآن، وخصوصا الذين يقبعون في السجون الآن وعددهم يقارب 50 شخص، ثم بعد ذلك كلهم أبرياء. المهم أن في عام 2005 أيضا كان أياد علاوي يحكم وأقر برسالة أن القوانين التي وأرسلها للسلطة الفلسطينية، أن القوانين التي تحكم حياة الفلسطينيين في العراق لا يوجد عليها تغيير أبدا وهي كما هي، بإقرار على أن القوانين التي سبقت هي سارية المفعول. في عام 2008 جرى التغيير الخطير والحساس جدا والذي بني عليه المواقف القانونية الآن، وهو ما هو؟ وهو أن الفلسطيني تم إقرار قانون رقم 50 لعام 1971، وهو قانون اللجوء السياسي، وبناء عليه أنشئت اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وتم إعادة قوننة وضع الفلسطينيين في العراق، وتم تسجيلهم في هذه اللجنة ومنحهم بطاقات من هذه اللجنة. هذه البطاقات مدة نفاذيتها 5 سنوات، وبالتالي واضح أن هناك كان تغيير وصيغة الحياة الوضع القانوني للفلسطين وفق هذه القوانين التي كانت من 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 تخصص هذه اللجنة. وللأسف وحقيقة المهزلة أنه لم يطبق كل قانون اللجوء السياسي على الفلسطينيين في العراق أبدا، هم اختاروا فقط حالة اللجوء حتى يغيروا من الحالة القانونية التي يعيش فيها الفلسطيني، وإعادة صياغتها من جديد وإلغاء صفة أنه مقيم دائم حتى التحرير وتغيير الوضع. لا تنسى أن هؤلاء هم يترتب عليهم فلسطينيون من 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 العراق، من دول الملجأ الأول. نعم. يعني مثل الأردن، مثل لبنان، مثل سوريا، دول الملجأ الأول. هؤلاء جاءوا إلى من فلسطين إلى العراق، وهذا الوضع القانوني الذي كانوا يتمتعون به. هذا الأمر تطلب تغيير هذه الحالة. طبعا ما هو السبب؟ السبب أنه دفع الفلسطينيين والتضييق عليهم لأجل أن يخرجوا من العراق، وهذا كنا نسمعه ليس مرة ومرتين وثلاثة، كنا نسمعه دائما أنكم غير مرغوب فيكم، يجب أن تخرجوا من العراق. سنتأكد من هذا من خلال الأرقام الحالية، لكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير من فضلك. تفضل. مجددا نرحب بكم أعزائنا المشاهدين. إذا حديث ذو شجون عن اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وسنتعرف أكثر على أحوالهم يعني خلال الدقائق القادمة، لكن اسمحوا لي أرحب مرة أخرى بالأستاذ أبو عمر من بغداد، أرحب بك معنا مرة أخرى. ما تأثير هذه الإجراءات الجديدة على من تبقى من اللاجئين الذين كانوا يعني بعشرات الآلاف وأصبحوا الآن بضعة آلاف فقط؟ والله أخي إنه يعني الوقت هذا الفراغ اللي تركته هذه القوانين، يعني زي ما تحدث الأستاذ محمد، لا نتعامل بقرار 50 ل 71
ولا 202 ولا 76، فهذا يعني جعل من اللاجئ الفلسطيني في حيرة. يعني في كل معاملة يذهب إلى الدائرة هو تحت رحمة الموظف أو المدير، لا يعلم أنه معاملته راح تمشي أو لا، ممكن الموظف يمشيها ممكن الموظف لا. اللاجئ الفلسطيني الآن بعد انقطاع البطاقة التموينية زين وتقاعد راتب التقاعدي اللي هو عايش عليه أصلاً، يعني ما تبقى من اللاجئين الفلسطينيين في العراق هم له المعيشة الضيقة، يعني ما يقارب أكثر من يعني ما يقارب 3500 لاجئ فلسطيني وضعهم فقر جدا. فبطاقة التموينية مع التقاعدي مع الأنباء التي والتقارير التي تصدر على المواقع والمسؤولين الحكوميين العراقيين ولو لم نراها رسميا ولكن هي على أرض الواقع بدأت ملموسة. يعني في أنباء أنه تخبر أنه الموظف الفلسطيني سوف تحجب عنه وظيفته ويعوض عنه عراقي، التعليم راح يصير بالفلوس، يعني نعم. سبق وأن أخبرونا كطلبة عرب فلسطينيين أنه لازم تجيب براءة ذمة من وزارة التعليم العالي حتى تعفى من الرسوم اللي هي الدفع بالدولار، وهذه خلقت مشاكل. يعني الطالب الذي ما عنده ما بقدر يكمل دراسة، فوضع اللاجئ الفلسطيني في العراق الآن يمر بضيقة معيشية صعبة وبدأت تتراكم يوم بعد يوم. وأحب أزيد يعني بالنسبة للتقاعد كما تحدث الأستاذ محمد نصا كما قال السفير الدكتور أحمد العقل السفير الفلسطيني في العراق، قال استقينا باللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي وتحدثنا معهم بهذا الموضوع. نعم. فقال بالنص لا يحق لمدير عام التقاعد ذلك لأن الراتب حق للمتقاعد ولورثته من بعده حتى وإن كان أجنبيا. يعني ما دام المواطن خدم في العراق المادة المطلوبة منه فيحق له راتب التقاعد مهما تكون جنسيته ولا تتأثر بالقرارات، ولكن كان تصرف مدير التقاعد عدم الاهتمام للموضوع وحتى أنه لم يلتقي السفير. يعني أكثر من محاولات اتصالات من قبل الوزير المسؤول عليه من قبل السفير الفلسطيني وعدة وساطات لم يستطع اللقاء به ولا حتى مكالمة هاتف. نعم. والقرارات التي تصدر أستاذ يونس كانت في التجارة أو في التقاعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فهي قرارات شخصية من مدير عام التقاعد أو مدير عام وزارة التجارة. فأين الوزراء وأين رئيس مجلس الوزراء الوزراء عفوا وأين رئيس الجمهورية؟ يعني نصا الأمانة العامة أبلغت المديرة العامة للتجارة أن هذا القرار الذي أصدر من قبلكم لم يستند إلى قانون، فعليكم في وزارة التجارة حل الموضوع. وكان بإمكان الوزير وكالة سلمان الجميلي بجرد قلم زي ما نقول إحنا بجرد قلم إلغاء هذا القرار، ولكن للأسف ترك على جنب يعاني اللاجئ الفلسطيني انقطاع البطاقة التموينية. تمام، ابقى معي أبو عمر لو سمحت. سأعود إليك أستاذ محمد. واضح تماما من خلال تقلص هذه الأعداد للاجئين ما بين 3,000 إلى 4,000 لاجئ الآن أن هناك مشكلة كبيرة وهناك معاناة كبيرة عانى منها اللاجئون، سواء بسبب ظروف موضوعية الحروب والمشكلات التي أصبحت هناك حدثت هناك، أو بسبب ظروف الآن تغيرت عليهم بفعل سحب هذه الامتيازات والتي تعد بالنسبة لهم يعني هي عامل الصمود الذي يعزز وجودهم في العراق. يعني احنا لازم نعرف ان من الذي هو بقي في العراق بعد هذه الهجمات المتتالية عليهم والاستهداف الممنهج بالاعتقال بالقتل بالقصف بكل انواع الارهاب التي كانت تمارس سواء من الميليشيات الطائفية او حتى من القوات الحكومية. من بقي في العراق؟ بقي الذي هو لا يملك ان يخرج خارج العراق، لا يملك الحالة المادية التي يستطيع من خلالها أن يخرج. إضافة إلى الأوضاع التي في المنطقة التي آلت إلى بعد أحداث الربيع العربي صار هناك حالة من عدم القدرة على الخروج، وبالتالي الذي بقي هم الفقراء الحال الذي لا يستطيع الخروج.
هؤلاء عمودهم الفقري في العيش والصمود في العراق، بقاؤهم هو عنوانين مهمات. عنوان أنه يسكن في مجمع البلديات وهذا لا يدفع عليه إيجار لأنه هذا ممنوح من الحكومة السابقة، وهو يأخذ حصة تموينية، بطاقة تموينية يعيش من خلالها، يعني رز والحاجات الرئيسية رز والزيت والسكر والحاجات الرئيسية. ثم لديه تقاعد من والده مثلا المتوفي بيجي في الشهر يعني ما يسد رمقه. هذه المنظومة هي التي تجعله أن يبقى يعيش في العراق. الآن أخي بكل عقلانية وبكل موضوعية وبكل دقة أنا أقول لك أن الذي يصيغ هذه القوانين هي نفس هذه الميليشيات التي كانت تطارد الفلسطينيين وتقتلهم. هؤلاء تحولوا صاروا هم قيادات في الأجهزة الأمنية وبدأوا يستهدفوا الفلسطينيين تحت مظلة القانون. أول مرة كانوا يستهدفوهم كميليشيات، ثم تم ضمهم إلى القوات الحكومية، صاروا يستهدفوا الفلسطينيين تحت مظلة القانون، اعتقالات وغيره وحبس ويعني واضطهاد بشكل ممنهج. ثم الآن صاروا ضمن جسم الدولة، هؤلاء أنفسهم نفسهم صاروا ضمن جسم الدولة، وبالتالي القوانين التي يتكلم عنها الأستاذ أبو عمر عفوا أنه الموظف على مزاج الموظف، ولا يوجد قانون يستند عليه الموظف حتى يحجب عنك البطاقة التموينية أو يمنع ذويك ذوي المتقاعد من راتب التقاعد. هذا نفسه هو في يوم ما كان ميليشياوي، كان يستهدف الفلسطينيين في القتل في المطاردة في الاعتقال في غيره، هو الآن أصبح في موضع القرار وأصبح يتخذ قرار. الهدف واضح، الهدف بالنسبة لهم واضح، ألا تعتقد أستاذ محمد أن إخراج الفلسطينيين من العراق وعدم إبقاء أي حد هذا الهدف الأكبر، ولكن ثمت يعني أبعاد سياسية ربما تكون أكبر من 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 مجرد أنه هذه الميليشيات أصبحت الآن تحكم وبالتالي هي التي تنفذ هذه القرارات مزاجيا. يبدو أن هناك أبعاد سياسية خطيرة في المسألة، تستهدف الفلسطينيين في العراق، الآن في لبنان. نعم، كثير من الناس أصبحت في لبنان تهاجر يا سيدي العراق. نحن من بداية هذا المشروع كنا ننبه ونقول كباحثين كمتخصصين بشؤون اللاجئين، نقول أن الذي يجري في العراق هو مشروع تجريبي. نحن نتكلم عن 20-25 ألف لاجئ فلسطيني. لو نجحت العملية مع الفلسطينيين في العراق بهذه الطريقة، لو مضى المشروع، فأن هناك خطر كبير على بقية اللاجئين حول فلسطين، لأنه سيتم استهدافهم بنفس الطريقة وتهجيرهم بنفس الطريقة وتذويبهم وإنهاء وجودهم في العراق. أنا فقط كنت أريد أن أكمل التسلسل التاريخي اللي بتسمح لي أقل من دقيقتين. في عام 2008 عندما تم صياغة هذا القانون، أنا تواصلت مع منظمة التحرير في ذلك ومع ممثل منظمة التحرير وحذرته من هذه الخطوة وقلت له أن هذا تغيير في الوضع القانوني، ولكن للأسف هو لم يصغي، بل كان عضوا في اللجنة التي أشرفت على منح الفلسطينيين هذه البطاقة. حذرته بشدة، قلت له هذا سيغير الوضع القانوني في العراق للاجئين، وهذا سيضر فيهم مستقبلا، ونحن نعيش هذا اليوم الآن. ثم في عام 2010 أنا شخصيا تواصلت مع مجلس شورى الدولة والذي أقر بنفاذية القرار 202، هذا عند 2010 هذا الأمر، وأقر مجلس شورى الدولة بوضع القانوني. ثم 2017 عندما كان هناك شو بدي أسمي لك حالة سكون بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، يعني زي في حالة الاستقرار إذا صحة التسمية. طبعا تعرف هذا الأمر لا يمكن، هناك مشروع، في مشروع بده يشطب. بلشنا إحنا من 35 ألف بعد الحرب مباشرة تم استهدافهم، شال منهم 10-15 ألف، ثم 2006 استهداف طائفي، 2007 استهداف طائفي تهجير وغيره، ثم دخول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. كيف ستدخل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين؟ قلت لك منع من تسجيلهم في الأونروا، وبالتالي أصبح بإمكان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الدخول عليهم. وماذا تقول؟ ما الفرق بين المنظمتين؟ الأونروا عفوا الأونروا هي المنظمة، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. نعم، هي معنية فقط بالفلسطينيين. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين هي معنية بكل اللاجئين، ولكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا تدخل على أي شخص مسجل ضمن الأونروا. وبالتالي مثلا الآن فلسطينية سوريا اللي موجودين في تركيا، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا تتعامل معهم. لماذا؟ لأنه مسجل في الأونروا. ولكن فلسطيني العراق الذين الآن جاءوا إلى تركيا، المفوضية العليا تتعامل معهم. لماذا؟ لأنهم غير مسجلين في الأونروا. عملية عدم تسجيلهم هي أصلاً مخطط. لماذا؟ حتى عندما تدخل عليهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تستطيع أن تجد لهم موطناً ثالثاً وتهجرهم إليه. وبالتالي المشروع متكامل، في مفوضية أممية تهجر الفلسطينيين وتقوم بتهجيرهم إلى عالم بعيد. وبالمناسبة الفلسطينيين في العراق
إذا أقول لك وللسادة المشاهدين 49 دولة التي تم تهجير الفلسطينيين في العراق لها، على قلة هذا العدد، على قلة عددهم 49 دولة. لك أن تتخيل، لا يوجد دولة في العالم لم يذهب لها فلسطين العراق من خلال الأسف. من خلال هذه المفاوضات، من خلال هذا، إما عفوا أما هم شخصيا أو من خلال الاي او ام اللي هم من خلال عفوا المفاوضين العليا لشؤون اللاجئين. هذا المشروع متكامل. طب الآن كيف بدنا احنا نكمل المشروع ونشطب عليه؟ جاءت الصيغة القانونية 76 بده يصيغ وضع الأجانب في العراق. أكم أجنبي عندنا في العراق في ظل الظروف الحالية؟ عفوا، أكم أجنبي في العراق؟ وين هو حد في روح العراق الآن؟ إيش بدك تصيغ؟ أبدا الهدف هو الفلسطينيون لهم خصوصية بأنه هذا هو ليس أجنبي. بمعنى لا يوجد أجانب في العراق أصلا. من الذي يذهب العراق؟ أي أجانب أنت بدك تصيغ؟ زمان كان العراق الناس تستهدفه قبلة ومنار للأدب والفن والتراث والحكمة والسياسة وقطب من أقطاب المنطقة. الآن العراق للأسف طبعا نتكلم هذا ونحن نأسف على العراق، هذا الأمر تغير. مين موجود أجانب في العراق؟ عندك الفلسطيني. يجب أن بدنا نشطب المشروع. كيف؟ بتصيغ قانون جديد تلغي قانون 202 الذي تم إقراره سابقا، وبالتالي يصبح الفلسطيني في مهب الريح. أمامه طريقين لا ثالث لهما، إما أن يخرج طوعا لأن الوضع سيزداد سوءا تدريجيا وهذا المآل، إما أن يخرج طوعا هو بخلص بيشطب أموره وبيخرج بيشوف له بأي طريقة ما، أو أن المفوضية العليا تتولى وتخرج باعتبار أن الوضع في العراق هو غير مؤهل لعيش الفلسطينيين. ماذا يشكل ذلك بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين؟ هو طبعا أنا أقول لك هذا ضمن المنظومة الدولية، أنك أنت تبعد الفلسطينيين عن المنطقة عن محيط فلسطين، هذا الحاضنة العربية والإسلامية. طبعا هذا هدف كبير. هذا موضوع. الموضوع الثاني، من الذي ينكر دور العراق في قضية فلسطين؟ هذا الدور الكبير الذي منذ عام 1948 وشواخص الشهداء العراقيين موجودة لازالت حتى الآن هذه اللحظة، وكفر قاسم وغيرها، كل هذه الشواخص تدل على أن العراق كان من أكبر الداعمين لقضية فلسطين وأقواها، وهذا الأمر معكوس على أبناء الشعب العراقي الأصلاء، وأنا لا أستثني أحدا، ومن جميع الطوائف، كلهم منهم أناس صادقين في القضية الفلسطينية ومنتمين لهذا الوطن ولعروبتهم ولدينهم، وبالتالي هم من أكبر الداعمين لقضية فلسطين. هذا الأمر يجب أن يكون هناك شرخ بين العراق وبين هذه القضية، وواضح العملية أنك تستهدف رمز الوجود الفلسطيني في العراق حتى تنهي هذه العلاقة التاريخية التي بين العراق وبين هذه القضية. وأنا أستغرب يعني وأناشد أيضا في نفس الوقت أن العقلاء في العراق، الحكومة العراقية، أي عاقل يستطيع أن يوقف هذا الأمر، هذه المهزلة. كم فلسطيني في العراق؟ 3500 فلسطيني في العراق. هل ضاق عليهم العراق الكبير فيه 30 أكثر من 30 مليون نسمة؟ هل ضاق على إخوانهم الفلسطينيين 3500 فلسطيني فقط؟ يا جماعة، يوجد في سوريا 500 ألف فلسطيني، يوجد في لبنان 300 ألف فلسطيني، يوجد في الأردن 4 مليون فلسطيني، يوجد في مصر 300 ألف فلسطيني. إيش 3500 فلسطيني حتى أنت تصيغ قوانين جديدة وتوضع حياتهم بمهب الريح وأنت تعلم أن كلهم بوضع صعب جدا وفقراء حال؟ لماذا؟ ما الغاية من هذا؟ هو واضح بالنسبة لي. أنا أقول كما ذكرت هدفين رئيسيات، شيء متعلق بعلاقة العراق التاريخية، هذا العراق الكبير بناسه بتاريخه بتاريخ الممتد لآلاف السنين، هذا شخص، هذا موضوع وعلاقته مع القضية الفلسطينية، ثم شيء له علاقة بالفلسطينيين وإنهاء هذا وجودهم في العراق وتهجيرهم خارج العراق. هل هناك فرصة لاستدراك هذا الأمر الآن؟ طبعا تستطيع الحكومة بكل سهولة، وأنا قلت لك أنا أناشد الحكومة وأناشد العقلاء في العراق أن يأخذوا إجراءات سريعة وأن يوقفوا هذه المهزلة وأن يلغوا قرار 76 الذي هو إلغاء 202 ليس له علاقة بقرار 76. يعني أنت بتصيغ قرار وفي ذيله ويلغى قرار 202، ما له علاقة، فيش ربط في النصوص. الطبيعي أنك تبقي على قرار 202 بصيغته لأنه لا يمس بسيادة العراق ولا يمس بالمواطنة مطلقا. هذا الشخص له في البلد 70 سنة يريد أن يعيش بشكل طبيعي في العراق ومن هذا من حقه. يا جماعة، باراك أوباما حكم أمريكا وهو جاء مهاجرا من أفريقيا قبل 60 سنة. الفلسطيني في العراق قبل أوباما يروح على أمريكا، نعم، قبل هؤلاء، والله يعرف العراق شبرا شبرا ويعرف أهلهم في العراق ويتواصلوا مع العراقيين ويحبونهم حبا جما وبينهم علاقات تاريخية طويلة، بل هناك مصاهرة ونسب. هل معقول أنك أنت 3500 فلسطيني الآن ضغط ذرعا بهم حتى تصيغ قوانين تضيق عليهم حياتهم وتمنعهم من التقاعد وتمنعهم من الحصة التموينية
وما تخليه يتوظف في الحكومة، وين بده يروح؟ وأنت أصلاً طارده أمنياً وما بتخليه يشتغل في الأعمال الحرة، إيش بدك؟ بدك يا يخرج معناته خارج العراق طوعاً. ربما هذا هو الهدف. نعم، اسمح لي في دقيقة أخيرة أستاذ أبو عمر، يعني رسالتكم كلاجئين فلسطينيين، بقيتم صامدين حتى هذا اليوم في العراق الشقيق، للأطراف المعنية بقضيتكم لو سمحت في دقيقة واحدة. طبعا نحن كلاجئين فلسطينيين في العراق نناشد الحكومة الجديدة، حكومة الدكتور عادل عبد المهدي والدكتور برهم صالح، في أخذ نظر الاعتبار ومراجعة القرارات ووضع صيغة قانونية سريعة، لأنه حقيقة أقول لك كما قال الأستاذ محمد، الأعداد اللاجئين بدأت بالتناقص، لأن أكثر العائلات اللي ساكنة في بغداد حاليا أو في العراق كانت عايشة على البطاقة التموينية وعلى راتب التقاعد، في حال حجبت هؤلاء الاثنان فما لهم إلا الخروج من العراق، ولو حالتهم المادية حقيقة صفر، ولكن هم يبحثون عن ملاذ آمن وأن يعيشوا حياة كريمة ما تبقى لهم من العمر، خاصة كبار بالسن المتبقين. حقيقة المتلقين في العراق هم النساء وكبار السن، فنسبة الشباب هو لا تزيد عن 30% في يوم واحد، وهذا الموظف في اللجنة الدائمة خرج ما يقارب 1500 شاب، عفوا 10 أيام 1500 شاب، خلال 10 أيام 1500 شاب غادر العراق. فنحن نناشد الحكومة العراقية الجديدة، الدكتور عادل عبد المهدي والدكتور برهم صالح ومجلس النواب الجديد، أن يضعوا اللاجئ الفلسطيني قانون صريح وواضح لينظم حياة اللاجئ ولا يبقى ويحفظ كرامته. شكرا لك أستاذ أبو عمر اللاجئ الفلسطيني من العراق، وشكرا لك أستاذ محمد على كل ما تفضلت به، ولا أعرف ما الذي أصاب العواصم العربية التي كانت محضنا وبيئة رائعة للاجئين الفلسطينيين حتى أصبحت بيئة طاردة، ليس فقط في العراق والذي أشار أستاذ محمد أنها نموذج مصغر لما يحدث في لبنان من هجرة عشرات اللاجئين الفلسطينيين يوميا باتجاه أوروبا، وما حدث لهم في سوريا وفي كل الأماكن المجاورة. ألتقيكم بعد فاصل قصير وفقرة أخرى، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. في زهرة المدائن نستطلع اليوم الآثار العثمانية الموجودة في مدينة القدس المحتلة، والتي تحكي قصة حضارة طويلة ممتدة لأكثر من 400 عام، حكم فيها العثمانيون فلسطين المحتلة وبلاد الشام وأكثر من مكان في البلاد العربية، وتركوا وراءهم تراثا وحضارة للعيان ما تزال ماثلة حتى هذه اللحظة في أدق تفاصيلها في مدينة القدس المحتلة، فالمتابعة. دخل السلطان سليم الأول القدس في عام 1517، واستمرت هذه الدولة العثمانية والسلطنة العثمانية حتى عام 1917، وهذا يعني أنها استمرت 400 عام، وهي مدة طويلة بين الدول التي استقرت في فلسطين وفي مدينة القدس. لذلك فقد كانت الدولة العثمانية تعتبر من أطول الحضارات التي مكثت في مدينة القدس. الأثر الأبرز
والأوضح للعثمانيين في مدينة القدس هو إعادة بناء السور. فعندما دخل العثمانيون إلى المدينة كان السور شبه مهدم، ويعني أماكن محددة كان فيها بقايا من الأسوار القديمة، فعادوا بناء السور في زمن السلطان سليمان القانوني، وما زال السور شامخا وباقيا إلى يومنا هذا يشهد على عظمة العثمانيين واهتمامهم بمدينة القدس. نذكر أنهم قاموا بإعطاء اللون الأزرق لقبة الصخرة، فهذا القشان الأزرق الموجود على قبة الصخرة هذا عثماني بامتياز. فقبل ذلك كانت القبة محاطة بألوان الفسيفساء من الأخضر والأصفر، ولكن العثمانيين أعطوها هذا اللون البراق الأزرق بعد أن تهاوت الفسيفساء القديمة. أيضا كان من مآثر العثمانيين الجميلة في المدينة هي الأسبلة، فكما نعلم مدينة القدس تنقصها الموارد المائية، فلا أنهار بقربها ولا ينابيع كثيرة، لذلك اهتم العثمانيون ببناء الأسبلة. فهذا السبيل الذي خلفنا أحد الأسبلة العثمانية الستة التي بنيت في مدينة القدس، خمسة داخل البلدة القديمة وواحد خارجها، هذه بنيت في عهد السلطان سليمان القانوني. نعم، هذا السبيل السليماني كما نشاهد في النقش، هذا النقش المرمري الذي يذكر بأن السلطان سليمان الملك الأعظم والخاقان المكرم مالك رقاب الأمم سلطان الروم والعرب والعجم قام بإنشاء هذا السبيل، وكما يذكر في آخر النقش في سنة في شهور 43 و900 للهجرة طبعا. كما نشاهد من تصميم السبيل فهو احتوى في الأعلى على المقرنصات والتي تشبه المحاريب، وهي من النمط الذي اشتهر في فترة المملوكية والعثمانية. أيضا احتوى على الأعمدة كما نشاهد، هذه الأعمدة الرشيقة التي تميزت في المحاريب العثمانية والتيجان أيضا الرشيقة، إضافة إلى الزخارف الموجودة في الأعلى والتي نشاهد الكثير منها على سور مدينة القدس. فإذا كان السبيل عبارة عن توليفة وعبارة عن دمج بين معالم معمارية جميلة ومتنوعة تشهد للسلطان وللدولة العثمانية بذوقها الرفيع في بناء هذه السبل التي خدمت الناس وأعطتهم الماء برونق وبصبغة فنية جميلة. أهلا بكم من جديد في هذه الفقرة الجديدة ذاكرة فلسطين، نستخرج لكم من أرشيف هذه الذاكرة المفعمة بالتحديات والصمود والنصر والإخفاقات، أيضا نستحضر لكم أجزاء وقامات من شخصيات فلسطينية وأحداث مهمة مفصلية في تاريخ قضيتنا. اليوم نتحدث عن شخصية غابت عن المشهد الفلسطيني ولكنها ما تزال حاضرة، ياسر عرفات رحمه الله. بزة عسكرية وكوفية فلسطينية تراثية وصوت يجهر يا جبل ميهز كريح، وتاريخ من النضال الوطني ستره في ذاكرة فلسطين. ياسر عرفات. ولد ياسر عرفات لأسرة فلسطينية تتكون من 7 أفراد في 24 من أغسطس عام 1929 في القاهرة، وتلقى تعليمه بها في جامعة فؤاد الأول حيث درس الهندسة المدنية، وفي عام 1952
تم انتخابه لرئاسة اتحاد الطلبة الفلسطينيين بالقاهرة. تجند عرفات برتبة نقيب الوحدة الفلسطينية العاملة في القوات المسلحة المصرية في مجال الهندسة. في عام 1959 أسس عرفات مع رفاقه حركة فتح لتكون حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. كرس عرفات نفسه لقيادة النضال الوطني الفلسطيني مطالباً بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فقاد الكفاح الفلسطيني من عدة بلدان عربية بينها الأردن ولبنان وتونس. كان التحول السياسي الأهم في مسيرة عرفات عندما قبل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بعد انعقاد مؤتمر مدريد، وبعد قبول المنظمة بحل الدولتين، فدخل في مفاوضات سرية مع الحكومة الإسرائيلية تمخضت عن توقيع اتفاقية أوسلو، والتي أرست قواعد سلطة وطنية فلسطينية في الأراضي المحتلة، وفتح الطريق أمام المفاوضات الفلسطينية. ترأس ياسر عرفات بموجب اتفاقية أوسلو السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1996، وبعد توليه السلطة فاز مع إسحاق رابين بجائزة نوبل للسلام. حددت إسرائيل إقامة الزعيم ياسر عرفات عام 2002 في رام الله، وحاصرته في مقر إقامته مع المئات من مرافقيه من الشرطة الفلسطينية. وبعد شدة الضغط الأمريكي عليه تنازل عن بعض صلاحياته إلى رئيس الوزراء محمود عباس، الذي سرعان ما استقال وتولى المنصب أحمد قريع. تدهورت الحالة الصحية لعرفات في نهاية أكتوبر عام 2004 حتى توفي في 11 من نوفمبر من العام نفسه. وثارت الشكوك حول ما إذا كانت وفاته طبيعية أم أنه تعرض لعملية اغتيال. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل أعزائنا المشاهدين إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم في الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله.